ठीक है आओ मेरे पास। فضاءات السعادة الحق في جودة السكن. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سولوا الناس. سنوات وحنا كنهضروا على الرشوة والمحاربة ديالها، ولكن على الرغم من ذلك هاد الآفة السلبية باقا كاينة بالنسبة للناس. واش هما مع أنهم يعطيو التدويرة باش يقضيو المصالح ديالهم ولا لا؟ أجيو نسمعوا الإجابة ديالهم. لا، القانون هو القانون. هذا الشيء جاي انا ما اي واحد مشيت انا صوبت لاكارت ناسيونال ومقدم طالب تدويره، وهذا قلت له انا القانون هو القانون اللي غنخدم، ما غنعطيكش تدويره. ولاني ما تلقاو شيء اوني اوبليجي باش نعطيو التدويره باش نقضيو مصلحتنا. المهم احتاجيت ورقه من مراكش حيت انا مزيد في مراكش، انت عندي نهار واخذو من الخدمه، ما عنديش حل الا ما دورت معهم. الا ما دورتيش معهم تيصيفطوا تقول لك حتى الغدا ولا بعدو، ومع العلم بان الكارني كاين ديال الحاله مدينه كلشي موجود في مقاطعه، علاش يصيفطونا؟ لا هما عندهم باك صاحبي، عندك العقاق شريت ندغ كريش باش. ايوا الا عطيتي الرشوه الا دورتي معاه كيستربيوك، فهمتيني؟ يعني مره اخرى عاوتاني بلا ما تسميتو عليك كتجي كيستربيوك انت الاول صافي، ما كاين. ما كاينش شي مغربي وري عليا يكره يمشي للمقاطعه ولا الجامعه ولا شي حاجه يقضي غرضه في ديك النهار ويجي فحال، ما كاينش. ولكن راه ما كاينش حل. تيدير شي معنات، تيمعني شي حويجات، فهم راسك ولا تيبغي يديك ويجيبك، ولي اوبليجي باش نقضيو مصلحتنا دغيا. ايوا الا ما ديتيهاش ما غاديش يسربيوك، ما يديوهاش فيك، ما كانش اللي كتسوق لك، ما كيعطيوكش الاهميه. هي ما متفقش مع الفكره بان نعطي الرشوه الا بغيت نقضي شي مصلحه اداريه ولا شي حاجه. كيف ما شفنا كانت هذه هي اراء الناس اللي جا فيها بانهم ضد التدويره من اجل قضاء المصالح ديالهم في المؤسسات العموميه، ولكن مع ذلك كيلقاو راسهم مجبرين لدفعها لتسهيل امورهم. في الحقيقه هذه الظاهره السلبيه خاص كل واحد فينا يكون مسؤول من الموقع ديالو من اجل القضاء عليها. بهذا كنكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامج نسولوا الناس. بسلام عليكم.